اسوأ تعليق ان انا كتبته اللي هو انا ما بكتبش، اللي هو لو البوست مثلا عجبني او حاجه انا بس بعمل كومنت جميل، لكن انا مثلا اللي هو مصر مثلا وحش او حاجه فاهمني انا ماليش فيه خلاص. لا ما افتكرش، لان كل التعليقات بتبقى ساذجه فانا ما بردش اصلا، تعجبنيش. ساعات في ناس بتخش تكتب حاجات عن الدين غلط وكده، فانا بيبقى وجهه نظري حاجه زي كده، فبنخش مثلا نشد مع بعض وكده، واللي هو بيبقى كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر عن التاني، فساعات بنكتب تعليقات سيئه من وجهه نظر التاني بسبب الكوره. تمام، لان اللي ماسكين السوشيال ميديا اكترتهم بيبقى عيال صغيره فكلامهم بينرفز وكده. اسوأ تعليق انا كتبته كان حد طالع بفيديو، تمام، بيقول فيه الفاظ سوقيه كده، ويعني هو ما كانش عنده اخلاق اصلا، والفيديو كان فيه حاجات ما ينفعش تتعرض، فانا كتبت ان هو مش متربي، وان هو لو متربي مش هينفع يعمل حاجه زي كده، وان دي تعتبر اخته وما يرضاش على اخته والكلام من ده. الحاجه اللي مش ظاهره وهي اصلا حاجه سيئه المفروض تستخبى ما تبانش، لا هو يبينها بقى وتبقى ايه تنتشر بقى تبقى ترند وكده، فدي حاجه مستفزه جدا في المجتمع بتاعنا. اسوأ موضوع عملته ان انا شتمت حد في الفيسبوك لان هو استفزني جامد ورد عليا فشتمته وعملت له بلوك، يعني شلته من حياتي خالص. تيك توك بعلق ليه تعليقات الاولاد والشباب بيقدموا محتوى غير هادف، محتوى مش محترم، وانا برضو بعلق عليهم ما يوقف الحاجات دي، بوظوا الاطفال والكبار برضو اتفرجوا على الفيديوهات دي. انا لو عملت كومنت وحش على الاكونت بروح مدخل له برايفت وارد عليه، او لا عشان انا عملتها بابليك فاروح برضو ارد عليه على الاكونت، يعني كله يشوف مش برايفت، لا عشان زي ما عملت الغلط اردها له يعني بنفس الطريقه.